لكم اليوم بخصوص العمر. هسه شفتوا هاي زميلتكم؟ طبعا هاي زميلتكم الثانية. أي عنف، أي شخص، فبهذا المجتمع له حق، العيش بصورة صحيحة، والعيش اللي هو يعني اللي الله سبحانه عز وجل قدر لي إياه. أنا مالي اليوم أجي وأضرب هذا الطالب وأدي وأخلي سنه يطلع دم، أو أضربه وأفش خوي يطلع من راسه دم، أو مثلا أجي يعني أقربه من الكتب مالته أو الدفاتر، هذا يسموه العنف. هذا العنف منين جاي؟ هذا جاي إذا أني عندي ثبت، إذا أهلي كانوا يضغطون علي، إذا أني مثلا كان أحد بالبيت مأذيني أو بفرق بيت أخوي وأختي، فهذا يسموه العنف. هذا العنف القائم على النوع الاجتماعي. هذا منين يعني هذا منين تطور وش صار هذا التنمير عند هذا العنف؟ هذا بالبيئة مالته، أهله، أبوه، جده، أمه، يجوز معاملته مو زينة وياه. فإحنا شو نريد؟ إحنا نريد هاي يعني كلمة العنف تنشاف. أنتم كلكم حبايب وكلكم طلاب وهذا صار وكلكم أخوة. هاي البنية بعد أنا ما أدري هاي الطالبة تضربين هذيك الطالبة، هاي أختك وزميلتك. عيب بعد لا استني استني، إذا تضغط عليك اقعدي إذا تضغط عليك قولي لي المعلمة مالتي زين حبايب بس بضل ويا ما يصير. يلا قولي لها قولي العفو قولي لها العفو. يلا أنت يا ماما قولي لها العفو. عافية حبيبات يلا صبرونهم. فيصير تعاون بيناتنا ونقضي على العنف زين حبايبي.